هذا ماشي بيسي كلاس داك الكاريط اولا هذا بيسي كلاس ناعل مزيان. السلام عليكم الخوص، كما كتلاحظوا معنا الخوص كاين هاد السويلان صغير شويش، غادي يجي فيه الخشب ديال الليزر، الامور واضحة فيه يجي، كاين هاداك الروند وكاين هاد السينيفا، هذا بقى هنا 22 سنتيم، وفي الوسط كاين 23 سنتيم اللي غتبقى خاوية، غيجي فيها الخشب ديال الليزر، كما كتلاحظوا معنا، الصالون جات فيه هاد بلازما ديكور ديال الحجار، كما كتشوفوا السيل ديالها كيف جات. وجا حداه هاد الكولوار يعني فيه الليد الداخله ديال الباب كما كتلاحظوا، فيه الليد ام واحد الجهه وفيه سبورتاس وكاين القوس فهاد البلاصه هادي. المهم دابا تشوفوا معنا الطريقه ديال تركيب هاد اللوح. هاد اللوحه الخاص اليوم غادي نخدموا معكم الطريقه في شكل، كما كتشوفوا ماركه اللوح هادي يعني ماركه مزيانه، ماركه الشين، اللوح طبيعي، هذا ماشي الام دي اف، اللوح طبيعي 100%، يعني كما كتلاحظوا هذا ماشي اللوح يعني مصطنع، هذاك الام دي اف لوح اصطناعي، اما هذا اللوح طبيعي 100%، ماركه د اللوح مزيانه كما كتشوفوا هذه من الشجره من عندكم، اما هذاك اللي كيستعمل الام دي اف وكيقولوا الخشب، لا ماشي الام دي اف، ماشي الخشب، كيكون فيه مواد حافظه ممكن تسمى لوح اصطناعي. كنستعملوا هاد بيسي كلاس النوع اللي مزيان كما كتلاحظوا، هاد البيسي كلاس هذا الدور ديالو مهم، هذا الثمن ديالو كيكون غالي على هاد الخشب، هذا الثمن ديالو زايد على الخشب، عرفتوا علاش؟ لان هذا ماشي بلاستيك وماشي جاج، كيجي بين بلاستيك وبين الجاج كما كتلاحظوا، هذا كيدوز الضوء، الدور ديالو هو داك الضوء ديال اليد كيدوز كيخرج يعني كيخرجوه كنخرجوه للزواق. المهم دابا تشوفوا معنا الطريقة ديال التركيب، خليكم معنا الخوت في هذا الفيديو تشوفوا هاد السويلان كيفاش غيجي رائع. قلنا الخوت غنخدمو بلا صباعة، غنخدمو اللوح طبيعي ما غنصبغوه ما والو، غنخلي به طبيعي، المهم تشوفوه لأول مرة، خليكم معنا في هذا الفيديو. اللوح ديالنا على البيسي كلاس يكون نفس القياس، نفس القياس ديال اللوح كيخصو يكون نفس القياس ديال الخشب، كنزلوه هذا كينزل عليه مكيلصقش لحقاش هو اصلا هذا كيتقال على هذاك وعندو البلاصة ديالو فين كينزل هنا كيجي فيكس. كنبداو مرحلة ديال التركيب، هاد الروند هذا الخوت كما كتشوفوا في الوسط فصلتو على 4 ديال القطعات باش يسهل عليا الطريقه ديال التركيب، وكيجي احسن في التركيب يعني كتحكم فيه احسن، يعني 4 ديال القطعات كيجي كتحكمو في العمر وكيجي فيكس تام، ملي كتعمل يعني اللوح كتخليه شي داك لي سباس بزاف يعني كيجي فيكسي مزيان، يعني ملي كتقطعو على 4 قطعتو انا على 4 باش يجيني مزيان في الطريقه ديال التركيب. كما قلنا الخوت هاد الفيديو هذا الخوص خصكم تتبعوه كامل، تتبعوه حتى الاخر لحقاش بزاف ديال التفاصيل مهمين، يعني كاين اللي يكون في وسط الفيديو كاين اللي يكون في اخر فيديو، ولهذا الخوص خصكم تتبعوا معنا الفيديو حتى اخر لحظه باش تشوفوا الطريقه ديال يعني الهضره اللي قلنا لكم يعني كيفاش غتخرج، وغتشوفوا معنا هاد اللوح اللي قلنا لكم ركبناه طبيعي بلا صباغه بلا حتى شي حاجه، غتشوفوا النتيجه النهائيه وغتشوفوا اللوح كيفاش مركب هاد الصالون كامل، هو شاعلين الديوان وكيفاش مركبين هما مشاعلينش الديوان، وغنقص لكم لي سبورت وخليو الليد وعن كل ضوء نعملو له تجربه، هادشي كامل خصكم تبقاو معنا في هاد الفيديو تشوفوا المراحل ديال التركيب. كما قلنا الخوص يعني بدينا بالروند يعني ركبناه، والملحوظه الخوص يعني واحد ملاحظه، الليد دايما خصو يكون مجهد، يعني الا لاحظتو حتى شفتو حتى في التصوير الليد بقوة مجهد راه حتى الكاميرا كتضبب، يعني هذاك الليد اللي كاين في التصوير يعني كنعتذروا على يعني الضوء كيضرب في الكاميرا وكيعطينا هاد الصورة هادي. المهم دابا غنزولو هاد الضبابية، ها هي زولناها من بعد ما ركبنا الروند الخص، شو دابا الصورة واضحة. المهم هاد الخدمة الخوت جربناها وكانت اتفاقية مع موالين الدار يعني مول المنزل
يعني اخترنا نستعملوا هذا، يعني قلنا نستعملوا يعني الطريقة هذه، بما أن اللح جانا طبيعي وجات فيه النظرة زوينة بلا صباغة بلا والو، قلنا علاش ما نركبوش. والحاجة طبيعية راه كيكون عندها واحد الطعم خاص الخوت، يعني الحاجة طبيعية 100% راه ماشي بحال عملتي لها مثلا البرنيز أو لا عملتي لها الصباغة، يعني باش نكونوا واضحين، يعني الصباغة أو البرنيز يعني ما كتبقاش 100%. هنا يوم الخوت استعملنا اللوح يعني 100% طبيعي، ما يصلحوا يعني تاد بلازما عطيه واحد المنظر زوين في هذا الصالون، في هذيك الايطاجير وفيها الديوان. الانسان اللي بغى مهتم ينزل ديكوراسيون او ينزل شي حاجه مثلا كينزل تما. قلنا خص هذا اللوح هذا كيعطي واحد المنظر يعني رائع يعني طبيعي. هذا هو بيسيغلاس، هذا النوع بيسيغلاس اللي مزيان كيجي فيه 3 ملي، هذا ماشي بيسيغلاس داك الكاري. وهذا الديكور الخوص كيعطي منظر، هو طافي الديوان كاملين بالنهار وبالليل، يعني كتحس بان الشجر يعني شي حاجه طبيعيه، يعني من الشجران عندك كتحس بان ماشي الام دي اف. يعني الام دي اف انا كنتشاوروا معايا الاخوان الام دي اف، يعني هو الام دي اف الثمن ديالو طايح، يعني رخيص بزاف ولكن فرق كبير، يعني الحاجه طبيعيه كتشوف من الخشب، يعني لا عملتي الخشب راه الخشب يعني خشب ديال لايزر، اما الام بي اف راه ماشي خشب، يعني اللوح اصطناعي فقط، الى اداه الماء او لا اداه شي حاجه راه كيتضرر. اما خشب اصطناعي تادى بالماء، تقدر تمسحو بالماء، تقدر تمسحو باي حاجه. يعني ما قلنا هذا الخص، هذا العبار، هذا اللوح، هذا الحكمه كامله هي في تشد العبار. مثلا كيف تشد العبار نادي وتجيبها فيكس، حقاش الى فايرتي حاجه بسيطه تقدر في ساعه التركيب ما يعطيكش بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كيعطي فيكس داكشي بلاصتو مقاد. القنص اللي نقيدي كيعطيه هو هذاك، كلشي في العبار، يعني خصك تعرف شحال غتسقى لي هنا وشحال غتدخل هنا، وإلا كان الترابيز كيفاش غتعرف تلعب مع داك الترابيز. هذه هي الطريقة ديال الخدمة. كما كتشوف الخوص لوح طبيعي 100%، هذا اللوح ديال الشين، هذا ماشي الام دي اف، لوح اصطناعي، هذا اللوح طبيعي 100%. تقدر تركبو بلا صباغة، كيعطي مزيان وكيعطي واحد النظرة رائعة كما كتلاحظو، ما فيه لا سوس لا تا حاجة. حنا دائما كنستعملو برودوي حاجة مزيانة. بيسي كلاص هذا النوع اللي مزيان، ماشي الكاغيط كيف ما قلنا، هذا النوع اللي مزيان كما كتلاحظو، كيعطي الضو وفي نفس الوقت ميبينلكش شنو، مثلا الضو كيخرج من هنا وفي نفس الوقت منتحس ما تشوفش شنو كاين الفوق، يعني كيخفي أي حاجة. وهذا ما كيعنيش الخوص بان راه مكي هاد اللوح هذا ما كيتصبغش، يمكن لك تعمل له برنيز، يمكن لك تعمل له الصباغه، يمكن لك، هذه كتبقى مساله اذواق. يعني حنا كل مره كنجيبو لكم تركيب في شكل وطريقه في شكل، ركبناه بانه مبرنز، ركبناه بانه مصبوغ، ودابا ركبناه بانه طبيعي، وانتوما كتختاروا كل واحد اللي كيميل. يعني بعد ما تشاورنا يعني مع مولات المنزل، ويعني كان بعد مشاورات وعطينا فكره يعني بيني وبين السيده يعني اللي المنزل، انا مثلا انا الصراحه عجبني يعني اللوح، يعني عجبني بزاف يعني اللوح هيدا ما نصبغ ما والو. تشاورت معايا قالت لي واش نخليوه هكذا، وخليناه يعني بهذا الشكل هذا، يعني خليوه طبيعي، والصراحه كانت النتيجه مزيانه بالنسبه يعني حتى النظره ملي كطفي الضو كيبان لك الخشب، يعني كتسم فيه النسمه ديال الشجره بواحد اللغه اخرى. وهذا الخوص الصالون كما شفت الصالون ماشي كبير، المساحه اللي بقات في ديك العرض 22 سنتيم، يعني بالضبط الدائره في الوسط 22 سنتيم واتساع 22 سنتيم، وكتبقى تقاد الخوص. يعني هو الخشب الليزر اللعب كامل، يعني خصك في العبار، الا ما عرفتش تشد العبار راه يخرج لك مشاكل كبيره، وعاد ترجع تعاود داكشي كامل الخوص. النتيجه هي هذه الخوص، نتوما شوفوا حكمه وكتبوا لنا في قسم التعليقات كيف جاكم هادشي، وخليكم مع هاد تكمله هاد الفيديو. المهم جاوبونا في التعليقات، اللي ما مشتركش في القناه خاص يشارك، فعل لك زر الجرس. السلام عليكم.
شحال الديوان ديال الليل؟ زيد شحال الديوان الاخرين؟ شحال كلشي؟ ما كلشي شاعل، بدا طفي بواحد واحد. طفي واحد، شريت طفي سبورت تشعل الليد. خلي ارجع كيما كنت. لا طفي، خلي هي التريا شاعل. هيدا غير خشب، شنو شاعل سبورت. شاعل دابا بحاجة بحال. في ديك الديوان الجناب ديال سبورتاس، ماشي سبورتا كاملة، تفيه الحاشي ديال، لا العكس. لا